السؤال الثاني موضوعه تركيبة سعر الكهرباء وتأثيرها على ارتفاع الفواتير. الكلمة لأحد السادة المستشارين فريق التحالف الاشتراكي لتقديم السؤال. تفضل سيد المستشار. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، إخواني المستشارين المحترمين. سيد الوزير، كتعرف عدد من المناطق ديال البلاد ديالنا احتجاجات من حل آخر بسبب ارتفاع في المبالغ ديال الفواتير ديال الكهرباء والماء كذلك. رغم أن الكمية المستهلكة تكون حقيقية، فإن تركيبة الفاتورات تجعل المبالغ المستحقة سواء المكتب الوطني للكهرباء أو الشركات المستقلة الموزعة مرتفعة، بالإضافة إلى الضريبة المؤدات ابتداء من كمية معينة من الاستهلاك. فالمبالغ ديال الصيانة العداد نعتبرها يعني ضريبة، كراء العداد، صيانة المعدات، مبالغ الربط، يعني واحد العدد ديال الرسوم وديال الأتاوات وديال يعني اللي كيأديها المواطن هكاك ما مفهوماش وما واضحاش، زيادة على الغلاء يعني بحد ذاته. وهذا كيجعلنا نتسألوا على شنو هي التركيبة، وتنعتقدوا أن التركيبة ديال الأسعار خصها تكون مفصلة في الفواتير واللي واضحة، لأن ماشي عصر الأتاوات هذا. وتدخل في الورقة ديال الضوء تتلقى أتاوة في السطر الأول، أتاوة في السطر الثاني، تطهير عداد، يعني كراء العداد، صيانة العداد، والعداد كيخلصوا الواحد في النهار الأول فاش يدخلوا. تيمكن له يجلس 20 عام ما تيتحركش. وحتى الخدمات اللي كيديوها هاد الشركات هي يعني تعتبر يعني من الخدمات ديال القطاع العام ماشي القطاع الخصوصي اللي غادي يمكن يتأدى عليهم هذا. فهل تنوي المصالح المالية بمراجعة تركيبة الأسعار خاصة الرسوم المتعلقة بصيانة العداد وكذلك انتظام تسجيل الاستهلاك حتى لا تتراكم وحدات الاستهلاك وتؤثر على ارتفاع الرسوم وبالتالي ارتفاع الفاتورة؟ وشكرا سيد الرئيس. شكرا لكلمتكم سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس المحترم، السيد المستشار المحترم. بعدا بغيت نذكر في الاول ان اسعار بيع الطاقة الكهربائية هي تحدد بموجب قرار السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إذن هذا قرار وزاري ماشي المكتب الوطني للكهرباء أو الوكالة اللي تتقرر في الأسعار، يعني الأسعار مقننة من طرف الدولة، وهذه الأسعار ما تغيرتش من 2005، إذن هذا فوق 8 سنين باش بالنسبة للخواص. بالنسبة للسؤال ديالكم بعدا إلا شفنا الفاتورة، الأسعار ما تغيرتش. الفاتورة إلا ارتفعت في بعض الحالات هو معناها ارتفاع الاستهلاك. ما ننساوش بأنه في هذه السنوات الأخيرة المعدل ديال ارتفاع الاستهلاك كان فوق ما بين 7-8% سنويا في المغرب. هذا اللي فوق ارتفاع الساكنة مثلا. إذا هذا سيبين بأنه المغاربة تيستهلكوا الكهرباء أكثر، وهذا راه واضح كلشي تعرفوا. إلا مشيتي الآن حتى في الأحياء يعني الشعبية ولا المتوسطة تتلقى مكيف الهواء، تتلقى الناس عنده التلفازة ولا جوج وعنده الحاسوب وعنده الهاتف النقال، هذا كلهم تتصلح الكهرباء. إذا كاين واحد الارتفاع في الاستهلاك، ما خصناش نغلطوا المواطنين، ما كاينش ارتفاع في التسعيرة. التسعيرة لا زالت نفس التسعيرة منذ سنين، ولكن كاين هناك ارتفاع في الاستهلاك، وهذا يعني خصنا كلنا نفرحوا له، لانه هذا يعني بانه ارتفاع في 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 يعني الاستهلاك هو ارتفاع في نسبه الحياه ديال المواطنين، تيستهلكوا هذه الخدمه اكثر من ما كان قبل. بغيت نشير كذلك بانه في اطار السياسه الحكوميه كانت واحد المبادره في سنه 2012 هو انه لغينا ذاك الرسم ديال السمع البصري بالنسبه لجميع المواطنين اللي تيستهلكوا قل من 200 كيلووات في الشهر، اي ثلثين او تقريبا 70% ديال المواطنين، ولا يمكن كاع ثلث ارباع، فوق 70% ديال المواطنين زولنا لهم هذاك الرسم، بقى غير فقط للطبقات اللي تيستهلكوا اكثر من 200 كيلووات في الساعه في الشهر. وهذا الرسم يعني كان واحد نقصنا تقريبا 20 درهم في الشهر ل 75% او 70% ديال المواطنين. وهذا إلى قارنتيه مع كراء العداد ب 10 ولا 11 درهم في الشهر. إذن راه نقصنا فوق 20 درهم في الشهر فوق ثمن كراء العداد. أخيرا كراء العداد هذه خدمة، لأنه
هذاك اللي تيخلص المواطن نهار الاول من تيركب كي تنقولوا تيركب المكانه، هذيك هذوك الاتعاب ديال الشركه اللي تتركب له المكان، ولكن ذاك المكانه راه مضمونه يعني ماشي ديالو، كارهه ولا وقع لها فيها شي مشكل الشركه ديال الضو تجي تعوضها وتجيب له مكانه جديده. اذا هذاك كراء وهذه خدمه ديال الكراء وخدمه اللي تقريبا ديالها ما بين 10 حتى 11 درهم في الشهر، اذا واحد المبلغ يعني بسيط. شكرا سي الوزير، كلمكم سيد المستشار. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير كنشكرك على الجواب، ولكن وكنشكرك على المبادره اللي درتو باسم الفريق يعني ديال هذه القضيه ديال الاكياس، باسم الفريق كنشكر هذه المبادره وتنتمنوها، ولكن بالنسبه للجواب ديالكم غير كافي سيد الوزير، لانه هذه الإضافة اللي كنضيفو خصها تكون واضحة. لما تنقول صيانة العداد اسم صيانة كراء العداد، أنت قلتي إذن حنا نهار الأول هذاك المغربي اللي كيسمع بأنه دخل المكانة ومشى خلصها، على أساس مشى خلص المكانة ماشي خلص شي حاجة أخرى، يعني الخدمة دابا قلتي الخدمة يعني، وهذيك الخدمة راه ما تتسواش هذاك الثمن، بس مواطن يعني ديال دار الضو يجي يركب 30 مكانه في النهار تولي كل مكانه كيخلص عليها 700 درهم، ما كاينه حتى في شي دوله. اذا شحال تيركب هذا الخدام المكانه؟ هو كارهه لي وجا خدام ركبها لي خلص عليها 700 درهم ولا 800 درهم. اذا ما تيتسماش كراهه ديال هذا، راه شريتها، راه شريت المكانه. خصنا هين يكون الوضوح يعني، المسائل تكون واضحه. لما يكون الانسان اللي عنده مشاريع مثلا في يعني في الصناعه، كيفاش يمكن له تيخلص السطر الثاني والثالث والرابع وتيوصل لواحد القدر، لانه هو كيخدم الناس وكيستغل، وهذا خص يكون بعين الاعتبار، هذاك خص يكون دراسه لهذا الموضوع هذا، لانه حتى من ناحيه ديال الناس المستثمرين كيتشكاو، لان كاين تكلفه عاليه اللي كترهق تقريبا الاستثمار ولا الصناعه ديالنا. ونعطيك مثال، راه يعني كتجي تشوف كنتفقوا مثلا وحده صناعيه كتفق مع المكتب ديال الكهرباء على اساس غادي تستهلك واحد، ولما ما تتساليش تتخلص داك الشيء. يعني كاين شي مسائل سيد الوزير اللي خصها معالجه ديالها، معالجه جذريه. الكلمه لكم سيد الوزير، تفضل سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد المستشار. وهذه مساله تقنيه يعني تقنيه، ولكن في نفس الوقت عندها ابعاد اجتماعيه واقتصاديه، راه متفق معك لانه تتهم جميع المواطنين والمقاولات. ولكن اللي خصك تعرفوا ان كاين دراسات وكي قلت لك كاين تقنين، ماشي يعني يعني التسعيره راها مقننه، وكاين الان دراسه لاعاده النظر في التسعيره. اذا هذو المقترحات اللي درتي، ولكن في نفس الوقت ما نساوش بانه راه كاين واحد المبدا اللي هو مبدا المسؤوليه، يعني المستهلك يؤدي، هذا مبدا كذلك. وما نساوش بانه في نفس الوقت راه تنطبق واحد المبدا المهم ديال التضامن، وهو انه الفئات والطبقات يعني المعوزه تتخلص قل من الثمن ديال الكهرباء. ما نساوش بانه حتى 300 كيلووات ساعه راه المستهلك تيخلص قل من الثمن ديال الكهرباء، اذا فوق 300 ولا 400 كيلووات عاد تيبدا يخلص التكلفه. ولهذا التسعيرة يمكننا نذكروها النظام ديال التسعيرة، ولكن المواطن ما خصهمش ينساو بأنه 75 حتى 80% ديال المواطن تيخلصوا قل من التكلفة ديال توليد الكهرباء، وهذا هو اللي مهم جدا، وهذا تيبين البعد الاجتماعي ديال السياسة الحكومية اللي تيطبقها المكتب الوطني للماء والكهرباء. شكرا، ونشكر السيد الوزير على مساهمته معنا في هذه الجلسة.